Welcome guys with our new episode of Live and Music with Zina. Today we meet Hamza Salman from Annasib Hanfiyeh min Qariyat Annasib Hanfiyeh, Hamza Salman. Hamza is very talented with writing poems and very creative with writing these amazing poems. حمزة كتير شاطر بكتابة القصائد واليوم رح نسمع شوية قصائد له. And today we are going to hear some poems of him. So let's see what حمزة has to tell us about. ممكن تقدم حالك لنا؟ اوكي حمزة من مدرسة حنفية مواليد 2002 عمري 17 سنة. أنا بلقي شعر وبحب قراءة الشعر وببعض الأحيان بس يكون مثلاً مر ظروف صعبة بكتب شعر. رائع كتير. That's so amazing. رائع كتير وكتير نحن مجهدين. طب ممكن تحكي لنا كيف بلشت أنت بدايتك كتابة شعر؟ والله بلشت كنت في حفل تخرج بالروضة فطلبت مني المديرة الروضة انه القي شعر بحفل التخرج فلقيت الشعر بحفل التخرج وتابعني جدي شاعر عيسى سلمان ومن وقتها صرت انا احب القي شعر. كتير حلو كتير حلو جواب رائع وكتير بداية رائعة ومميزة. So it's a very distinguished beginning for Hamza as he was in the kindergarten and then he was singing and talking about poetry and he was a little child and then his grandfather has helped him with everything like this and we are so proud to have him here. طيب حمزة ممكن تلقي لنا قصيدة أنت بتحب تكتبتها أو كتير عزيزي على قلبك يعني؟ طبعا كتبت شعر عن المرحوم أبي أقول به بكيتك يا أبي الغالي حتى تقرح مدمعي وجفت دموعي بكاك الأهل والأصحاب حتى رفاف النهر تملأها دموعي ولم أعرف إلى لقياك دربا ونار الشوق تحرق في ضلوعي عرفتك رجلا شامخا كريما تزود عن البيت بلا رجوعي عليك رحمة الخلاق تترى فعقلك نير مثل الشموع. اللهم صل على النبي. كتير كتير روعة شعر رائع جدا يعني ما عندي أنا كلمات لحتى أوصف جمال هالقصيدة فعلا كتير حلو. شكرا لك. So dear listeners, Hamza, he was talking about a poem he wrote about his father and it's a really great poem talking about his father and that he was the founder of the house and how he cried so bad because the loss of his father. So that's a very amazing poem from Hamza. شكرا كثير لك يا حمزة على القصيدة الرائعة. طيب حمزة وانت شو بتحس لما بتكتب شعر انت؟ والله هلا انا حاليا كل وقتي داعم للمقاومة الفلسطينية ما احفظ اشعار عن المقاومة الفلسطينية. حلو حلو. So Hamza is saying that he always supports Palestine due to the war right there. طيب حمزة هلا ممكن أنت قلت لنا أنك تدعم مقاومة فلسطينية ممكن تلقي لنا شعر عنه؟ هلا أول شيء رح ألقي شعر أدل به إسرائيل والكيان الصهيوني. أتفضل. فتظل في القاموس بضع حسالة أنت الشذوذ وطهرنا عراك أخلاقنا تسمو وأهرك ساقط والمكر في سبل الهدى أعماك في أرض طهر لا مكان لمثلكم فاحمل قفاك وعد لمن أغراك. Wow, this is really so amazing and such a beautiful poem. كتير كتير قصيدة هيك قوية وفيها معاني جريئة أو قوية كتير. So Hamza is insulting the Zionist entity and saying that it is not its place here and we have to move forward and to save Palestine. طيب وشو من شان أختنا العربية العزيزة فلسطين؟ هلا
في شعر عن أبو عبيدة أن حافظه بدي القيلية. أتفضل. إذا طفى خاف الأنام جميعهم من بأسه والليس عند عياله ملك إذا جاء في يوم اللقى وقف العدو محيرا في شأنه والنصر من جلساته دون الورى والسعد والإقبال من أعوانه فلا أشكرن صنيعه يوم اللقى وأطعن الفرسان في ميدانه. كتير قصيدة حلوة وإلقاء رائع جدا وجريء وحلو جدا، يعني عندك صوت إلقاء فعلا مميز ورائع جدا. So the dear listeners, Hamza was telling us a poem about Palestine, which was written by Abu Ubaida, who is a poet from the Middle East, and he's a great poet. And actually, Hamza has such a distinguished voice to make poems and talk about poems. طيب هلا حمزة، ممكن شو حلمك للمستقبل؟ هلا أكيد حلمي أدرس هندسة بإذن الله وقدم وبعد أدرس أدب عربي وإن شاء الله قدم مستوى جميل في الشعر والإلقاء. رائع كتير، شكرا. وأنا أوس جدي الشاعر عيسى سنة. رائع كتير. Such an amazing dream for Hamza. He's saying that he loves to be an engineer as well as he loves to study the Arabic language and develop himself with poetry. طيب سؤالنا الأخير لك رح يكون يا حمزي، طب أنت شو نصيحتك لكل الشعراء أو كل اللي بيلقوا شعر مثلك والمميزين مثلك؟ هلا أول شيء إن ما يوقفوا عند أي حدا يمكن إنه يوقفوا بشي، يثبتوا جدارة وقوتي من خلال الأشعار اللي بيحكوها، وآخر شيء إنه كل واحد يتمسك بحلمه دائما. أيوة تماما، هي نصيحة كتير حلوة ونصيحة مميزة ورائعة جدا من صديقنا حمزي. So dear listener, our friend Hamza was saying that don't give in ever, never, and don't stop even if anybody told you that that's not right what you are doing and that's not cool, but keep on trying and making such an amazing thing in your life. وأخيرا بنقول لك شكرا كثير إلى هالمقابلة القصيرة بس الرائعة والجميلة والمليئة بالإلهام المليئة بالروعة. أهلا شكرا إليك. شكرا لك، أهلا وسهلا. So dear listeners, here we finish our interview with the amazing poet Hamza Salman. Thank you so much Hamza، شكرا كثير لك. أهلا.